السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في معلومه جديده. النهارده مع بعض هناخد 10 امتحانات على منهج الصف الرابع الابتدائي. امتحانات شامله اجزاء المنهج، امتحانات مهمه جدا جدا على الترم الثاني. الامتحانات دي هتفيدني افهم السؤال، افهم طريقه الاجابه واتعامل معاها. طبعا المنهج كبير جدا والمنهج محتاج تدريب قوي وتدريب كتير على اسئله. ركزوا معايا، هنبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقولي choose the right answer from A, B, C، يعني اختار الإجابة الصحيحة من A, B أو C. السؤال الأول: the Nile is the نقط river in the world، عايز يقولي نهر النيل يكون نقط في العالم. جايب لي 3 choices، 3 اختيارات. هل هو shortest ولا widest ولا longest؟ طبعا الإجابة C، The Nile is the longest river in the world، يعني نهر النيل هو الأطول في العالم. طب ليه مش shortest؟ كلمة the shortest هي الأقصر، هو طبعا مش قصير. The widest هو الأوسع، لا طبعا هو the longest. وهنا السؤال ده بيفكرني المقارنة بين واحد ومجموعة، إن the longest بمعنى الأطول، بينه مقارنة بينه وبين أنهار العالم. يبقى number one تاني، The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. Number two. I not a great movie last night. قال لي أنا رأيت فيلم عظيم امبارح. Okay. كلمة last كلمة بتدل على زمن الايه؟ الباست سيمبل، الماضي البسيط. يبقى لازم اختار الفعل فين؟ في الماضي البسيط. طب سي ولا سو ولا سيس؟ طبعا سو. طب ليه سو يا مستر؟ سو من الافعال الشاذة، كان المضارع بتاعها سي، الماضي سو. زمن الماضي البسيط اقول ايه؟ I saw a great movie last night. I saw a great movie last night، يعني انا رأيت فيلم رائع، فيلم ممتع، فيلم عظيم امبارح. طبعا الماضي البسيط هو اهم زمن في الانجليش لانجوج عندكم، هو يعتبر الزمن الاساسي في منهج الترم الثاني كله. لازم احفظ الافعال، في افعال منتظمه، في افعال شاذه. ده فعل شاذ بيتغير شكله، فعل شاذ بيتغير ايه؟ شكله. يبقى I saw رقم B a great movie last night. Number 3. Bedouin people living there، يعيش البدو او يعيش السكان البدو فين؟ في الديزرت ولا السي ولا سنو؟ طبعا الاجابه نمبر A، في الصحراء. يبقى Bedouin people living the desert، يعيش البدو في الصحراء. يبقى رقم 3 ب A. السؤال الثاني read and match، اقرا وصل. جايب لي عمود A وعمود B، اوصل الجمله من A بالجمله من B. طب نقرا كده مع بعض ونفهم المعنى ونركز، عشان اي اختيار خاطئ طبيعي هيبقى في اختيار تاني خاطئ. يعني مثلا لو وصلت واحد برقم غلط اكيد هيبقى في جمله تانية غلط فهتضيع لك درجتين. ركز مع بعض. It was very quiet when، يعني كان الجو هادئ. when بمعنى عندما، طبعا when بيجي لها جمله كامله لما تيجي بمعنى عندما. الجمله هنا فيها was، was هنا بمعنى كان، يبقى الجمله في زمن الماضي. يبقى It was very quiet when I lived here، كان الجو هادي جدا لما عشت انا هنا. يبقى رقم واحد بسي. نمبر 2 I created a password to، اكيد get information. طب يعني ايه I created؟ انا وضعت او انا كتبت او انا فكرت او انا وضعت الباسورد، هو رقم سري. ليه يا ترى؟ to get information، لكي احصل على المعلومات. يبقى نمبر 2 ب A. طب نمبر 3 the player who unwraps، مفيش غير اخر واحده، unwraps the present keeps it، ودي طبعا لعبه اللي بيحصل اسمها لعبه pass the parcel. pass the parcel يعني مرر الهديه. يبقى في هديه ملفوفه بورق كتير وفي ميوزك شغاله، كل واحد بيدي الهديه لزميله لغايه لما الموسيقى تقف، فواحد بيشيل الورق اللي على الهديه او الحاجات اللي ملفوفه فيها وبعد كده ايه بيحتفظ بيها. فذا بلاير هو انرابس ذا بريزنت كيبس ات، اللاعب اللي هو بيزيل الورق من على الهديه بيحتفظ ايه بيها. يبقى واحد ب سي، اتنين ب A، تلاته ب. طب السؤال الثالث read and detect true or false، يعني اقرا وضع
علامة true صح، أو اكتب حرف T or false خطأ، أو اكتب حرف إيه ال F. نقرأ مع بعض ونركز. هقراها الأول مرة واحدة. My name is أسامة. I live in apartment. In my city there is a post office where people send letters. My father works at the post office. There is a big restaurant next to the post office. He has lunch at the restaurant. The restaurant serves pizza and ice cream. There is a nice park in my city. My friends and I go to the park. We like to play football there. On Fridays, we go to the cinema to see a movie. I am happy to live in my city. دي أول مرة. هقراها مرة كمان بالترجمة وبعد كده نحله. يبقى في الامتحان تقراها مرة الأول بسرعة سريعة، ثم مرة بسرعة بطيئة وبتركيز، ثم إيه تحل. My name is أسامة. اسمي أسامة. I live in an apartment. أنا بعيش في شقة. In my city في مدينتي there is a post office. يوجد مكتب بريد. Where people send letters. حيث الناس بيرسلوا خطابات. My father works at the post office. يعمل أبي في مكتب البريد. There is a big restaurant next to the post office. يوجد إيه؟ مطعم كبير جنب مكتب البريد. He has lunch at the restaurant. هو يتناول الغداء فين؟ في المطعم. أبي يتناول الغداء فين؟ في المطعم. The restaurant serves pizza and ice cream. يقدم المطعم البيتزا وإيه والآيس كريم. There is a nice park in my city. يوجد حديقة جميلة في مدينتي. My friends and I go to the park. أصدقائي وأنا بنذهب إيه للحديقة. We like to play football there. نحب أن نلعب كرة القدم هناك. On Fridays أيام الجمعة we go to the cinema. نذهب إلى السينما. To see a movie لكي نرى فيلم. I am happy to live in my city. أنا سعيد لكوني عايش فين؟ في مدينتي. تلات أسئلة true أو false. الجملة صح هكتب T قدام صح أو false. أسامة plays tennis in the park. أسامة بيلعب تنس فين؟ في الحديقة. طبعا الإجابة false. لو رجعنا للقطعة وبصيت وشفت أسامة بيحب يلعب قال لي football وهنا إيه؟ هنا تنس، يبقى false. Number two. أسامة's father works at the post office. يعمل أبو أسامة في مكتب البريد. True. Number three. أسامة lives in a village. False طبعا. طول القطعة أسامة lives in a city. بيعيش أسامة في مدينة. وأنا جاب لي رقم تلاتة. أسامة lives in a village. Okay. ده بالنسبة للقطعة. طب بالنسبة للسؤال الرابع. Read and fill in the gaps. يعني اقرأ واملأ إيه الفراغات. جاب لي تلات كلمات. Moon طبعا moon هنا بمعنى قمر. celebrate celebrate بمعنى يحتفل. مسلم، مسلم هنا هو شخص يعبد الله على الديانة الإسلامية أو على الإسلام، فهو مسلم. نقرأ مع بعض القطع ونحل إيه الكلمات اللي ناقصة نحطها في مكانها. We celebrate many festivals in Egypt. نحتفل بالكثير من المهرجانات في مصر. One of these festivals is عيد الفطر. واحد من هذه المهرجانات عيد الفطر. It's a Muslim festival. أكيد it's a Muslim festival. هو مهرجان إسلامي. عيد happens in the first day of the 10th Islamic month. يبقى العيد إمتى؟ في اليوم الأول من شهر 10 من الشهور الهجرية اللي هو شهر شوال. Called إيه؟ شوال. طبعا بعد شهر رمضان. شهر رمضان ترتيبه في الشهور الهجرية التاسع وشوال هو الشهر إيه؟ العاشر. The month starts when people see the new moon. بالضبط يبدأ الشهر عندما يرى الناس إيه؟ القمر الجديد. People eat كحك. الناس بيأكلوا الكحك. To celebrate بالضبط لكي يحتفلوا. Many families make كحك but you can buy them from a bakery too. يبقى في ناس كتير بيعملوا الكحك في بيوتهم ولكن ممكن نشتريهم من أي مخبز أيضا. يبقى number one قلنا إيه؟ مسلم. طب number two قلنا إيه؟ مون. number three قلنا celebrate. ده بالنسبة للسؤال الرابع. بالنسبة للسؤال الخامس هنا read and reorder. اقرأ ورتب ايه الكلمات. جايب لي need roads we safe. يبقى هبدأ بوي. وي بمعنى نحن. يبقى we need safe roads. نحتاج طرق آمنة. we need safe roads. طب number two بدأ لي where. يبقى اكيد ده سؤال. يبقى where ايه؟ where did they go last night. where did they go last night.
أين ذهبوا الليلة اللي فاتت، أو أين. يبقى في الترتيب نراعي في الجملة الخبرية أو الجملة العادية بحط فاعل وفعل وتكملة. طب في السؤال بحط أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أصلي، وعاملين فيديو بيشرح إيه طريقة تكوين السؤال، نرجع له هيفيدكم كتير وهيخليكم تعرفوا تكونه أي سؤال بصورة سهلة وبصورة إيه بسيطة. بالنسبة للسؤال السادس بيقول لي write a paragraph of four sentences، اكتب فقرة إنشائية مكونة من كام؟ من 4 جمل. وجايب لي guiding words، كلمات إرشادية، جايب لي كلمة green، كلمة green بمعنى أخضر، كلمة careful، كلمة حريص، careful يعني حريص، كلمة cross يعبر، okay، كلمة left يسار، كلمة right يمين، كلمة safe آمن. أكتب 4 جمل وأدخل فيهم الكلمات دي، الموضوع يبقى سهل وبسيط. أي 4 جمل مناسبة، أي 4 جمل صحيحة، أي 4 جمل تلائم الموضوع تتحسب صح. طب ممكن أقول إيه؟ ممكن أقول مثلا you should be careful، ينبغي أن تكون حريص، when you cross the road، لما تعبر الطريق، أوكي؟ أو you should be careful، لازم أن تكون حريص، and cross the road يعني عدي الطريق، when the light is green، لما الإشارة تبقى إيه؟ خضراء. أقول لك you should be safe، يجب أن تكون آمن، أوكي؟ أو we love safe roads، إحنا بنحب الطرق الآمنة. يبقى عندنا جمل كتير 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 أقدر أحطها، بس لازم أنا وبعمل الجملة أبدأ بالفاعل والفعل والتكملة. يعني مثلا أقول we، إحنا أقول we should be careful، ينبغي أن نكون حريصين، فحطينا we ده الفاعل، و should be should ده فعل ناقص، و be الفعل في المصدر اللي بيكمل المعنى، يبقى we should be careful، ينبغي أن نكون إيه حريصين. دي جملة كاملة بدأ من فاعل وفعل وتكملة، أوكي؟ وزي ما قدامنا أهو نقرأ مع بعض، we must be careful when we cross the road، يجب أن نكون حريصين لما نعدي الطريق. طب شوت صح، وأكيد must طبعا صح، بس must هنا إيه يعني إيه إلزام أكتر، خلي بالك، أوكي؟ خلي بالك أكتر، الطريق خطر، يبقى we must be careful when we cross the إيه the road. We must look left and right before we cross the road، يعني يجب أن تنظر يسارا ويمينا قبل إيه قبل ما تعبر الشارع. We cross when the traffic light is green، يعني نحن نعبر لما الإشارة تكون إيه خضراء. يبقى أكون جمل صحيحة أبدأ بالفعل والفعل والتكملة. طب السؤال السابع punctuate the following، السؤال السابع هو إعادة ترقيم الجملة. What's the matter، هنا ال W في بداية الجملة أو بداية السؤال capital طبعا، يبقى what's the matter. طب في نهاية السؤال question mark، يبقى علامات الترقيم أول حرف capital، في نهاية الجملة نقطة، لكن في نهاية السؤال علامة استفهام. طبعا الأبوستروفي دي كان أصل الجملة what is، فحطينا الأبوستروفي اختصار لكلمة الآي، يبقى وات، بس هو حاططها خلاص. يبقى احنا مطلوب مننا نكبر الدبليو في بداية السؤال ونحط في النهاية ايه كويستشن مارك. ده بالنسبة للامتحان الأول. طب بالنسبة للامتحان التاني، احنا النهاردة هنتدرب على مجموعة من الامتحانات مهمة جدا كمراجعة للصف الرابع الابتدائي، وأفضل حاجة للمذاكرة، أفضل حاجة بعد الحفظ وبعد فهم القواعد، بعد حفظ الكلمات وبعد فهمك للقواعد، هو حل الامتحانات والتدريب على الامتحانات. فالنهارده عندك امتحانات كتاب بيت باي بيت، بنحلوها مع بعض، وبعد كده تجيب الامتحانات دي تحلها لوحدك، وبعد كده ايه تقارن اجابتك بالاجابه النموذجيه ان شاء الله. الامتحان التاني I hurt my leg، it's very نقط، اكيد painful يعني رجلي اتجرحت او رجلي اتصابت، يبقى الموضوع painful يعني مؤلم. طبعا لا helpful مساعد او معين، ولا useful مفيد، يبقى painful. number one بايه، number two I drank a nut of orange juice، اكيد bottle، يبقى انا شربت ازازة عصير ايه برتقان، يبقى a bottle of orange juice. number 3 the polar climate يعني الطقس او المناخ القطبي is very cold، is very cold يعني بارد جدا. السؤال الثاني وصل grandpa caught اكيد افش يعني جدي اصطاد سمكه، واحد ببي، 2 what makes us special، ما الذي يجعلنا متميزين، يبقى رقم 2 بسي، رقم 3 we took some pictures، we took some pictures يعني التقطنا بعض الصور، يبقى 1 زي ما ظهر قدامنا ب، و2 ب سي، و3 ايه ب ايه. يبقى عشان احل التوصيل صح ابدا اشوف جمله عاديه ولا اشوف سؤال، سؤال هدور على علامه استفهام، جمله عاديه هدور على باقي الجمله اللي تكمل المعنى. يعني لما جدي كوت
كوتش يعني اصطاد. اصطاد ايه يا ترى؟ اكيد افش سمكه. وحتى نمبر 3 وي توك، هنا التقطنا، التقطنا ايه؟ سام بيكتشرز، بعض الصور. ورقم 2 كانت سؤال، فكملنا بايه؟ بعلامه الاستفهام. يبقى نركز كويس في التوصيل. السؤال الثالث قطع عليه اسئله زي ما تعودنا، هنقرا مع بعض القطع مره بسرعه سريعه ومره بالترجمه ثم نحل. My name is Fatma. I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister. My father teaches math and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very clever and work hard in a school. My sister Marwa is very kind. My grandmother also lives with us. She cooks the best food. دي أول مرة نقراها مرة تانية بترجمة. My name is Fatma. اسمي فاطمة. I live in a house. أعيش في إيه؟ في منزل. Near the mountains. بجوار أو بالقرب من الجبال. I have two brothers. عندي أخين ولاد. And one sister. وأخت. My father teaches math. يعني أبي بيدرس الرياضيات. يبقى أكيد مدرس. And my mother is a nurse. وأمي ممرضة. At a big hospital. في مستشفى كبيرة. My brothers. إخواتي are very clever، شاطرين جدا. And work hard in school، وبيعملوا بجدية في المدرسة. My sister Marwa، أختي مروة is very kind، طيبة جدا. My grandmother، جدتي also lives with us، بتعيش معانا أيضا. She cooks the best food، بتعمل أشهى المأكولات أو أشهى الأطعمة. Okay، يبقى number one Fatma has two sisters. طبعا الإجابة false، فاطمة عندها أختين، لا هي أخت واحدة، أخت واحدة. في السطر التاني قال لي one sister، يبقى رقم واحد false. Number two Fatma's father is a teacher، أبو فاطمة مدرس، يبقى أكيد true، صح. ليه؟ عشان في السطر التاني my father teaches math، أبي بيدرس الرياضيات، يبقى أكيد مدرس. Number three Marwa cooks the best food، مروة هي اللي بتعمل أفضل أنواع الأكل. طبعا الإجابة فولس. طب ليه فولس؟ تعال نشوف كده السطر الأخير، قال لي my grandmother also lives with us، جدتي بتعيش معنا. she عايدة على my grandmother، على جدتي اللي هي جدتها في القطعة، يبقى she عايدة على grandmother، على الجدة. فالجدة cooks the best food، هي اللي بتعمل أشهى أنواع الأكل، هي اللي بتعمل أفضل أنواع الأكل. يبقى number 3 تبقى إيه؟ تبقى فولس، خاطئة. يبقى نركز قبل ما نحل في القطعة. أوكي، السؤال الرابع read and fill in the gaps، يعني اقرأ واملأ ايه الفراغات. جايب لي ثلاث كلمات هقراهم مع بعض ونعرف معناهم، بعد كده نحطهم في ايه؟ في الاماكن المناسبة ليهم. reptiles، reptiles هنا بمعنى الزواحف زي التماسيح. reptiles. earth، earth الارض او الكرة الارضية. branches، branches فروع. نقرأ مع بعض. the Nile is the longest river in the world، نهر النيل أطول نهر في العالم. it has two branches، بالضبط رقم واحد branches، له فرعين. in Egypt، فرعين اللي هو فرع رشيد وفرع دمياط. the Nile is about 6,670 kilometers long، يعني طوله 6,670 كيلومتر. that's like traveling to the center of the earth، ده أكنك هتسافر لمركز الأرض، يعني طول نهر النيل هو نفس المسافة لمركز الأرض. The Nile Crocodile، يبقى The Nile Crocodile تمساح النيل. lives in the Nile، بيعيش في النيل. it's one of the planet's largest بجد reptiles، يبقى أكيد reptiles، يبقى واحد من أضخم الزواحف اللي على الكوكب. The Nile is also home for birds, fish and turtles، وأيضا نهر النيل هو موطن للطيور، الأسماك وإيه and the turtles والسلاحف. يبقى رقم واحد قلنا two branches فرعين، رقم اتنين قلنا to the center of the earth إلى مركز الأرض. number three قلنا إيه largest reptiles، يبقى رقم واحد branches، رقم two earth، number 3 reptiles. اوكي، يبقى القطعه دي بالذات نقراها بتركيز، نقراها مره الاول نفهم المعنى ونحط كل كلمه في مكانها المناسب، عشان لو اتسرعت وحطيت كلمه في مكان خطا اكيد هتلاقي الاختيار التاني او الكلمه التانيه هتبقى خطا، عشان هما ثلاث فراغات بثلاث ايه كلمات. طب لو في كلمه مش عارفها سيبها للاخر، يعني اقرا القطعه الاول وابدا احط الكلمة في المكان المناسب. عرفت مثلا رقم واحد branches خلاص، ورقم اتنين ما عرفتش، طب رقم تلاتة عرفت ايه reptiles، خلاص يبقى اللي فاضل واحدة هي ايه؟ هي moon، فيبقى رقم اتنين moon. يبقى اقرأ الاول القطعة، احاول اتعرف على معاني الكلمات واحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب.
طيب يبقى ايه المطلوب مننا في السؤال ده؟ اكون حافظ كلمات كويس جدا جدا جدا، واحاول اتدرب على الترجمه. السؤال ده والسؤال القطعه اللي عليها اسئله ترو فولس صح وخطا، محتاج اكون حافظ كلمات كويس جدا، كلمات كتير. وبعد حفظك للكلمات تتدرب على الترجمه، وفي كتب كتير القطع والترجمه بتاعت القطعه. اوكي، فاتدرب. السؤال الخامس، ريد اند ري اوردر، اقرا ورتب. بدأ لي بوي، يبقى اكيد وي نيد تو درينك ووتر، نحتاج أن نشرب الماء. We need to drink water. We need to drink water. طب نمبر 2، زي، يبقى زي listened to the music. هم استمعوا إلى الموسيقى. زي listened to the music. يبقى تاني نمبر 1، We need to drink water. محتاجين نشرب الماء. نمبر 2، زي listened to the music. استمعوا للموسيقى. السؤال السادس، اكتب فقرة إنشائية عن the city life. city life يعني حياة المدينة. ناس كتير بتخاف من الكتابة، الموضوع سهل جدا وبسيط. هنقرأ الكلمات ونقول ازاي نكون الجمل. أول كلمة، noise ضوضاء، cars سيارات، pollution تلوث، pretty جميل، bright lights ألوان ساطعة أو أنوار ساطعة، أنوار لامعة. أوكي، عايز أبدأ الجمل، هقول السيتي لايف، أبدأ وأحط فيرب تو بي، فعل يكون اللي هو أم أو إذا أر في المضارع، سهل جدا. أبدأ بالسيتي لايف، هقول ذا سيتي لايف إز فيري نويزي، يعني إيه؟ مليئة بالضوضاء أو 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 شديدة الضوضاء. ذير آر أ لوت أوف كارز، يوجد الكثير من إيه؟ من السيارات. ذير إز ماتش بوليوشن، يوجد الكثير من التلوث. بط ولكن إتس بريتي، إنها جميلة، ودي وجهة نظري. There are bright lights، يوجد الكثير من إيه؟ من الأنوار الساطعة. يبقى في الباراجراف ده أو في الفقرة الإنشائية بحط مزايا وعيوب السيتي لايف، كل حاجة ليها مزايا وليها عيوب. فنقوله مع بعض تاني، The city life is very noisy، There are a lot of cars، There is much pollution، But it's pretty، There are bright lights. نلاحظ إن إحنا في الفقرة دي استخدمنا is و are، is يكون و are يكون، is للمفرد و are لإيه؟ للجمع. فverb to be مهمة جدا جدا، عاملين برضو فيديو عن شرح verb to be، أهم فعل في الإنجليش لانجوج والأشكال التمانية بتوعه. أي موضوع تقدر تكتبه بسهولة وبيسر، بنبدأ بالفعل والفعل ثم التكملة، بتبدأ بالفعل ثم الفعل والتكملة. وverb to be بيساعدك في كتابة الكثير من الجمل، المزيد من الجمل. verb سهل وبسيط ومهم جدا نرجع له ونعرف أشكاله. ونعرف النهاردة في الباراجراف ده إن احنا استخدمنا إيه؟ is و are. قلنا city life is عشان حياة المدينة مفرد، وكده قلنا there are a lot of cars عشان السيارات جمع فحطينا ار كده. البليوشن ده مفرد لا يعد، فقلنا there is. وبعد كده وصفنا الانوار، فقلنا ايه؟ there are bright colors. فتلاحظ ان الباراجراف ممكن تعمله بشكل سهل وبسيط. يبقى تحفظ معايا، لما اكتب باراجراف ابدا بفاعل وفعل وتكمله، الجمله تبقى معناها مناسب، احط فعل مناسب، احط فعل مناسب. واكثر الافعال استخداما في الانجليش لانجوج هو ايه؟ verb to be. في المضارع يكون شكله am او is او are. طب في الماضي was او were، دول اكتر اتنين هتستخدمهم، am او is او are او was او were. طيب لو في المصدر be، طب لو في التصريف التالت been، طب لو في الاي ان جي being. لكن انت بالنسبه لك كطالب في الصف الرابع الابتدائي هتستخدم يا اما مضارع يا اما ماضي. الزمن الاساسي بالنسبه لك ماضي، فلو جالك باراجراف في زمن الماضي هستخدم was او were، أقول I was, he was, she was, it was. لكن we were, you were, they were. ده بالنسبة للماضي was أو were. طب بالنسبة للمضارع am أو is أو are. I am, I am اللي هي بمعنى أنا أكون. He is هو يكون. She is هي تكون. It is مفرد غير عاقل يكون. We are نحن نكون. You are أنت أو أنتم تكونوا. They are هم أو هن يكون. يبقى تاني am او am is are في المضارع، am is are في المضارع، was او were في الماضي، was او were في الماضي. ده فعل من الافعال المساعده، وطبعا لما احوله الماضي بيبقى فعل ايه؟ شاذ. يبقى السؤال الخامس او السؤال السادس هو مرتبط جدا بطريقه فهمك للجمله، طريقه ترتيب الجمله صح. ما السؤال الخامس ده ترتيب، ببدا بفعل وفعل وتكمله، والسؤال السادس ده برضو تكوين جمل بيختبرني. فلما اجي احله بهدوء واحله بتركيز وما اتسرعش،
وراعي في السؤال السادس علامات التلقيم. الحرف الأول كابيتال، أسيب مسافة في أول سطر، أسيب إيه 2 سم 3 سم وأكتب أول جملة، أكتب الحرف الأول كابيتال، وبعد ما أكتب الحرف الأول كابيتال أكتب الجملة عادي، وفي نهاية الجملة نقطة فول ستوب، وبعد كده أكمل الجملة التانية برضو أبدأ في الجملة التانية الحرف الأول كابيتال وأحط فول ستوب. كي نراعي الحاجات دي كلها. السؤال السابع بانك تويت ذا فولوينج، أعاد تلقيم الإيه الآتي. I ate a cheese sandwich، أنا أكلت سندوتش جبنة. طبعا الآي في بداية الجملة كابيتال، أكيد أي حرف في بداية الجملة كابيتال. طب في نهاية الجملة، دي جملة خبرية جملة عادية، أحط في نهاية الجملة فول ستوب، يبقى أكتب الجملة كلها بعد وضع علامات الترقيم. الاي كابيتال مش في اول الجمله بس، في اي مكان في الجمله، وفي نهايه الجمله فول ستوب، في نهايه الجمله ايه فول ستوب. وهنبدا مع بعض الامتحان الثالث من امتحانات البيت باي بيت، عشان نتدرب على حل الاسئله كتير، عشان نقدر نتعامل مع امتحان اخر ايه السنه ان شاء الله. الامتحان الثالث choose the right answer، اختار الاجابه الصحيحه. جراند باز فيليج واز فيري كوايت، كانت قرية جدي هادئة. Now there not a lot of people، الآن يوجد الكثير من الناس، يبقى there are بالظبط، there are يوجد الكثير من الناس، يبقى رقم واحد C. Number two علياز dress is not، we all love it، فستان عليا إيه beautiful، أكيد جميل، يبقى number two B beautiful هنا جميل، we all love it كلنا حبيناه فكلنا عجبنا، يبقى اكيد بيوتيفول. نمبر 3 I can't eat that ice cream، انا مش قادر اكل الايس كريم ده، ليه يا ترى؟ اتس نوت، يبقى اكيد اتس تو كولد، هو بارد اكتر من اللازم، هو ساقع اكتر من اللازم. It hurts my teeth، هو يؤذي اسناني، يؤذي اسناني، يبقى رقم 3 B. يبقى تاني رقم 1 ب C، عشان هنا في المضارع الجمع، فقلنا there are a lot of people، now يوجد there are a lot of people، كثير من الناس. نمبر 2 قلنا beautiful عشان حاجة عجباني او حاجة جميلة، يبقى رقم 2 B. طب نمبر C قلنا too cold، too cold يعني بارد جدا، ساقع جدا، فممكن يضر اسناني. يبقى السؤال الاول من اسئلة الامتحان جالي choose the correct answer او choose the right answer، فاترجم السؤال واعرف معنى الثلاث كلمات وابدا احل. طب لو سؤال صعب شويه استبعد، دي ما تنفعش، يبقى دي الوحيده ايه اللي تنفع. السؤال الثاني وصل players run around، طبعا اللاعبون بيجروا حول، اكيد رقم سي. the chairs الكراسي، طبعا اللعبه اللي اسمها musically chairs الكراسي الموسيقيه. خدنا ثلاث انواع من الالعاب اللي هي pass the parcel، okay pass the parcel و hide and seek والmusical chairs، اللعبة اللي قدامنا دي اللي هي musical chairs الكراسي الموسيقية، يبقى رقم واحد ب C. number two is it easy، هل من السهل to fly a kite، ان انت ايه تطير طائرة ورقية، يبقى رقم اتنين is بمعنى هل، ده سؤال بمعنى هل، اجابته اما yes اما no، يبقى رقم اتنين ب A. طب رقم تلاتة a bee يعني النحلة is an insect، ذات هي حشرة بتعمل ايه يا ترى؟ makes honey ودي اللي فاضلة يعني بتنتج العسل، اوكي يبقى رقم 3 بي. يبقى لازم نحفظ الالعاب وانواعها اللي هي pass the parcel اللي هو مرر الهدية او الطرد، لعبة بنغطوها او هدية بنغلفوها كده بكذا ورقة ونشغل الموسيقى، والموسيقى الشخص اللي تقف عنده ايه بيعمل unwrap بياخد الهدية بعد ما يشيل منها الورقة، ولعبة musical chairs اللي هو ايه الكراسي الموسيقية، لو في خمس افراد اربع كراسي، لو في اربع افراد ثلاث كراسي، وموسيقى بتشتغل وبيلف حوالين الكراسي لغاية ما الموسيقى تخلص، ف اللي بيقعد يقعد، طب واللي ما بيلحقش يقعد ده بيخسر ويطلع، اوكي، والباقي او الاخير هو ايه اللي بيكسب اللي هو بياخد الكرسي الاخير. وطبعا لعبه هايد اند سيك استغمايه، واحد بيغمي عينيه لو اسمه ذا سيكر، وبيبدا ايه الباقيين يستخبوا. ثلاث العاب بيجي منهم لعبه في الامتحان، اوكي. يبقى رقم واحد تاني بلايرز ران اراوند ذا تشيرز، رقم اتنين is it easy to fly a kite، وحتى من غير ما اعرف المعنى هنا is في اول الجمله بمعنى هل، فاختار باقي الجمله اللي فيها علامه استفهام. ورقم 3 البي النحله، اكيد هاني العسل. السؤال الثالث قطعه وبحط تي لو الجمله صح او اف لو الجمله ايه خطا، هنقراها مع بعض.
مرة بصورة سريعة ثم مرة بصورة بطيئة بالترجمة ثم نحل. My name is Yasin. I do a lot of things every day. First I woke up, then I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I eat my breakfast at school. I eat a sandwich and an apple. I play in the playground with my friends. I like to play football. Then I read a book in the library. I like to read books. I walk home. My mother cooks soup for dinner. I have dinner. Then I go to bed. دي أول مرة. نروح تاني مرة بقى بهدوء وترجمة. My name is Yasin. اسمي إيه؟ ياسين. I do a lot of things every day. يعني أنا أقوم بالكثير من الأشياء كل يوم. بتعمل إيه يا ترى ياسين؟ هنشوف. First I wake up. أول حاجة إيه؟ بصحى. Okay. يعني أول حاجة بيفتح عيني ويصحى كده. Then I get dressed. بلبس هدومي. I walk to school. بمشي للمدرسة. بمشي. On foot يعني بيمشي سريعا على الأقدام. I do not ride a bike. لا بركب دراجة. I do not ride the bus ولا حتى بركب الأوتوبيس. I eat my breakfast. بفطر بتناول فطاري. فين يا ترى؟ At school في المدرسة. يعني بيفطر في المدرسة. I eat a sandwich and an apple. افطارك ساندويتش وتفاحية. I play in the playground. بلعب في الملعب الخاص بالمدرسة. With my friends مع أصدقائي. I like to play football. بتحب تلعب إيه؟ بحب ألعب كرة قدم. Then I read a book. بقرأ كتاب. In the library في المكتبة. I like to read books. بحب أقرأ الكتب جدا. I walk home. وبمشي تاني للبيت بعد المدرسة. My mother cooks soup. أمي بتعمل شوربة. For dinner على العشاء. I have dinner. أنا بتناول العشاء. Then I go to bed. وبعد كده بنام. يبقى number one. ياسين goes to school by bus. ياسين بيروح المدرسة بالأوتوبيس. طبعا false. خطأ. أذكر هو قال لي في السطر التاني. I walk to school. أنا بمشي المدرسة. هو قال لي أنا بمشي في الآخر قال لي ياسين بيروح بإيه؟ بالأوتوبيس. يبقى رقم واحد F. false. خطأ. Number two. He plays football with his friends. بيلعب كرة قدم مع أصدقائه. طبعا الإجابة true. لو بصينا للقطعة هتلاقي إيه في السطر الرابع. I play in the playground with my friends. أنا بلعب مع أصدقائي. بعد كده حدد. I like إيه؟ I like to play إيه؟ football. بحب ألعب كرة قدم. يبقى تاني واحدة إيه؟ true. Three. He likes to read books. هو يحب أن إيه؟ أن يقرأ الكتب. طبعا لو رجعنا للقطعة في السطر اللي قبل الأخير قال لي I like to read books. أنا بحب أقرأ الكتب. أنا كياسين. يبقى الإجابة number 3 هتبقى إيه؟ true. يبقى أول واحدة F يعني false والتانية T يعني true والتالتة إيه؟ true. يبقى أقراها بتركيز وأقدر أحلها بسرعة سهلة وسرعة إيه؟ بسيطة. السؤال الرابع بيجيب لي كلمات وأحطها في الفراغات. طبعا walk يعني يمشي. Okay. Sick يعني مريض. Share يعني يشارك. أرى بقى القطعة. Air pollution يعني تلوث الهواء. Is very dangerous. خطير جدا. For us. علينا طبعا. We can get. ممكن نبقى إيه؟ أكيد we can get sick. يعني إحنا نمرض أو نصاب بالمرض. يبقى رقم واحد sick. طب ليه we can get sick? Because of the chemicals in the air. بسبب إيه؟ بسبب الكيماويات اللي موجودة في الهواء. وكان نقط كارز. ادي الحل لو. وكان شير كارز. ممكن نشارك سيارتنا. واحد عنده سيارة وواحد عنده سيارة. يوم يروحوا بسيارة ده ويوم يروحوا بسيارة ده. مجموعة اصدقاء رايحين الشغل. خمسة. كل يوم الخمسة يركبوا سيارة واحد. يبقى we can share cars with other people. نشارك السيارات مع الآخرين. We can go to school by bike. نروح بالدراجة. We can go to school too. We can walk. ممكن نمشي للمدرسة too أيضا. يبقى لو المكان قريب ممكن نمشي. مكان بعيد ممكن تركب بايك. مكان أبعد وفي سيارات أكنها تعملوها مثلا إيه؟ مشاركة. كل يوم هناخد عربية واحد ونوفر حتى في البنزين. يبقى رقم واحد سيك مريض. رقم اتنين شير يشارك او نشارك. نمبر ثري ووك نمشي. السؤال الخامس هو ريد اند ري اوردر يعني اقرأ ورتب. بيجيب لي جملة متلخبطة ويقول لي ابدأ بايه؟ بالكلمة اللي تحتيها underline اللي تحتيها خط. هنا قال لي ديد بمعنى هل على طول. يبقى ديد يو دو يور هوم ورك. ديد يو دو يور هوم ورك يعني هل
قمت بعمل واجبك عملته. طبعا لما اكون السؤال احط في الاخر علامه استفهام، والسؤال الاول والحرف الاول كابيتال، فخلي بالي. رقم اتنين، وي. وي ايه ده؟ الفاعل وي، يبقى الفاعل ايه؟ سوام. يبقى وي سوام، احنا عمنا. ان ذا ووتر، في الماء. يبقى اراعي لما اجي ارتب المعنى، اراعي لما اجي ارتب ايه اركان الجمله تبقى صحيحه. يبقى وي سوام ان ذا ووتر، يعني عمنا فين؟ في الماء. السؤال السادس بيقول ايه؟ رايت ا باراجراف اوف فور سنتنسز اون، اكتب موضوع من اربع جمل عن كايندز اوف انرجي، انواع الطاقه. الموضوع سهل؟ طبعا سهل، بس الموضوع محتاج ايه؟ تركيز. جايب لي مجموعه من الكلمات اللي هي الكلمات الارشاديه، احاول استخدمها، هتسهل لي كتير في ايه؟ في حل الموضوع. وقبل ما افكر في استخدام الكلمات الارشاديه اشوف ايه الفعل اللي ممكن احطه معاها. هل فيرب تو بي فعل يكون زي ما اتكلمنا قبل كده؟ لو حاجه مفرد احط ايز، حاجه جمع احط ار لو في المضارع، طب لو في الماضي ووز او ايه او وير. مع بعض هنترجم الكلمات دي ونكون الجمل ونحاول نفهم طريقة ايه تكوين الجمل. رينيابل، رينيابل يعني ايه؟ متجدد. طيب نان رينيابل يعني غير متجدد. طيب كول، كول هنا بمعنى فحم. صن، صن هنا بمعنى شمس. طب ويند، ويند هنا بمعنى رياح. طب ووتر، ووتر هنا بمعنى ماء. يبقى هو هنا بيتكلم على الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة. الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح والماء، والطاقة الغير متجددة زي الفحم أو البترول أو حتى الغاز الطبيعي. يبقى نبدأ بإيه؟ زي ما ظهر قدامنا، There are many kinds of energy، يوجد الكثير من أنواع الطاقة. Okay. There is renewable energy، يوجد طاقة متجددة. Like the sun، مثل إيه؟ الشمس. There is non-renewable energy، يوجد طاقة غير متجددة. زي إيه؟ Like coal، زي إيه؟ الفحم. We should protect، ينبغي أن نحمي. The environment، البيئة بتاعتنا. By using clean energy، باستخدام الطاقة ايه؟ النظيفة. يبقى ممكن استخدم الجمل دي او جمل تانية. ابدأ there is بمعنى يوجد للمفرد، there are بمعنى يوجد للجمع، واحط نصيحة we should، ينبغي علينا، او we must، يجب علينا. بالنسبة للسؤال السابع، بانكت ويت، اعد ترقيم الجملة. What is your favorite food؟ What is your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ طبعا ده سؤال، يبقى أول حرف في الجملة كابيتال، وفي نهاية السؤال question mark، علامة استفهام. عرفنا ازاي ان هو سؤال؟ عشان بدأ بوات، الجملة اللي بدأ بدبليو اتش او اتش او يبقى ايه؟ سؤال، وفي نهاية السؤال علامة ايه؟ استفهام. الامتحان الرابع، choose the correct answer او choose the right answer from A B or C، اختار الإجابة الصحيحة. There not no cars in the past، هنا بيتكلم في الماضي ما كانش فيه عربيات. اختار was ولا where ولا are؟ طبعا are دي في الجمع المضارع خطأ، يا إما was يا إما where. لو الجملة مفرد اختار was، لو الجملة جمع اختار where، يبقى هي where، واحد ببي where لأنها جمع في الماضي. لم تكن هناك سيارات في الماضي، واحد بي. اتنين، what time does the نقط to طنطا leave، ما الوقت اللي ايه لطنطا يصل؟ اكيد ترين، القطر، ما ينفعش بايك كدراجة، ما ينفعش روكت صاروخ. يبقى رقم اتنين ايه؟ نمبر سي، electric buses، الاتوبيسات التي تسير بايه؟ بالطاقة الكهربية. do not make، مش بتعمل ايه؟ air pollution، بالظبط، مش بتعمل تلوث للهواء. information رقم ايه؟ ما تنفعش، يعني معلومات. رقم بي بوليوشن هي اللي صح. رقم سي سليبريشن، احتفال طبعا لا. يبقى رقم واحد بي، رقم اتنين ايه، رقم تلاتة ها بي. يبقى لازم احفظ الكلمات كويس اللي في المنهج عشان اقدر احل السؤال ده. لازم افهم القواعد، واهم قاعدة عندنا في المنهج كله الباست سيمبل، الماضي البسيط، ودي اللي جه عليها السؤال الاول. اخترنا بي اللي هو فيرب to be في الماضي، اللي هي where. where أو was ده verb to be في الماضي، بس was للمفرد، where للجمع. I was، لكن he was، she was، it was، لكن الباقي where. السؤال الثاني، وصل، بيقول لي the road had lots of، يعني الطريق فيه ايه؟ أكيد رقم بي، trucks and cars، في الكثير من السيارات العادية والتراكس. اوكي، رقم واحد بي. رقم اتنين،
زهاي ده من ايجيبت، يعني السد العالي في مصر. هلبس بيساعد مين؟ هلبس زبيب والقلط، بيساعد الناس كثيرا. يبقى رقم اتنين بايه؟ ها زهاي ده من ايجيبت، هلبس زبيب والقلط، اتنين بايه؟ رقم تلاتة ارايت انجل، طبعا من غير ما اقراها هي رقم تلاتة بسي، بيتكلم عن انواع الزوايا. وزي ما قلنا ان منهج الصف الرابع هو منهج متعدد التخصصات، في جزء فيه ماس، في جزء فيه ساينس، في جزء فيه سوشيال ستاديز. ده الجزء اللي بيتكلم عن الماس او الماسز الرياضيات، بيسالني عن انواع الزوايا فبيقول لي رايت انجل از 90 ديجريز. يبقى رقم واحد زي ما قلنا بي، رقم اتنين اي، رقم تلاتة سي. نحله بتركيز نفهمه، اي خطأ في التوصيل هيضرب لي نقطة تانية، يعني اوصل بحرص واوصل بتركيز عشان ما ضيعش نقطتين مني. وبالنسبة للسؤال التالت قطعة هنقراها مرتين، مرة بصورة سريعة بدون ترجمة ومرة بصورة بطيئة بالترجمة، وبعد كده نبدأ نحل زي ما تعودنا. Rana has a new bicycle. It is pink. Her sister Reem gave it to her on her birthday. She put it behind the shed. Okay. When Rana looked behind the shed and saw the bicycle, she was very happy. It was just what she wanted. She gave her sister a big hug. She loves her new bicycle and she loves her sister. نترجموها بقى بعد ما نقراها بصورة بطيئة. Rana has a new bicycle، يعني عند رانا دراجة جديدة. It is pink، لونها بينك وردي. Her sister Reem gave it to her، أعطتها لها ريم. ليه؟ On her birthday، في عيد ميلادها. She put it behind the shed، وضعتها خلف السقيفة، مكان كده بيخزنوا فيه الحاجة في البيت. When Rana looked behind the shed، لما بصت خلف الشد، and saw the bicycle، ورأت الدراجة، she was very happy، كانت سعيدة جدا جدا جدا. It was just what she wanted، هي بالمثل كما أرادت. She gave her sister a big hug، حضنت أختها حضن كبير. She loves her new bicycle، هي بتحب دراجتها جدا. And she loves her sister، وبتحب إيه؟ أختها. Number one، ريم put the bicycle behind the shed، يعني هل ريم وضعت البايسيكل الدراجة behind the shed خلف الشد؟ لو بصينا كده في السطر الثاني، she put it behind the shed، بالظبط. يبقى الإجابة true، فعلا يبقى ريم حطيتها إيه؟ خلف إيه؟ الشد. okay number two، Rana's bicycle is pink، دراجة رانا بينك، طبعا الإجابة ترو، الإجابة صحيح أو صح. Number three، Rana didn't like the bicycle، طبعا الإجابة خاطئة. هنا رانا في القطع بيقول لي loves، حبت البايسيكل، هنا قال لي ما حبتهاش، يبقى الإجابة فولس. يبقى لو الجملة مطابقة للقطع بكتب تي في خانة ترو على سن الجملة إيه؟ صحيحة. طب لو الجملة مختلفة عن القطع بكتب اف في خانة الفولس على أساس إن الإجابة إيه؟ خاطئة. يبقى لازم في القطعة أقراها مرة بصورة سريعة، ثم مرة بصورة بطيئة بالترجمة، ثم أبدأ أحل. طب لو القطعة صعبة أحل بطريقة المتشابهات. أوكي؟ يعني أبص للسؤال الأول، أحاول أترجمه وأدور عليه في القطعة. لقيت الجملة اللي مكتوبة في الأسئلة نفس الجملة اللي مكتوبة في القطعة بالنص، يبقى هي ترو. طب لو في اختلاف، في نفي وفي إثبات، في كلمة وفي عكسها، يبقى الإجابة فولس. يعني مثلا لو لقيت نوت في الجملة وفي القطعة ما فيهاش نوت، لا هو بيعكس لي الجملة. لو غير لي لون مثلا، هنا مثلا جايب لي بينك وكاتب لي مثلا في القطعة ريد، أو جايب لي ريد وجايب لي في القطعة بلاك، أخلي بالي من الحاجات دي. الموضوع مش أحل وخلاص، مش أحل بسرعة وبتهور، أنا أفهم القطع وحلها بتركيز. كمان لو في ضمائر في القطع، هي أشوف هي عايدة على إيه؟ اسم ولد. طب شي عايدة على إيه؟ اسم بنت. أوكي؟ لازم أشوف كل حاجة في القطعة. القطعة مهمة جدا جدا، سؤال مضمون، محتاج فهم قواعد كتير، محتاج حفظ كلمات عشان أقدر أحل بصورة إيه؟ صحيحة وبتركيز. يبقى كده تمام، ده بالنسبة للسؤال إيه؟ التالت. ونبدأ مع بعض السؤال الرابع من أسئلة امتحان إيه؟ الرابع.
ثلاث كلمات بحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. نترجم مع بعض الكلمات: players 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 هنا بمعنى لاعبون. history 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 بمعنى ايه؟ تاريخ. فول مدمس فول مدمس طبعا عارفين. نراها مع بعض: Egypt is famous for، يعني مصر مشهورة بيه. يبقى it's history على طول، بتاريخها بتاريخها العظيم بتاريخها الجميل. we have wonderful foods، عندنا أطعمة إيه؟ رائعة. like فول مدمس أكيد المكلم عن الطعام زي like إيه؟ الفول المدمس. we have beautiful regions، عندنا مناطق جميلة. like سيناي زي إيه؟ سيناء. we also have famous authors، عندنا مؤلفين إيه؟ مشهورين. and أكيد players ولاعبون أو لاعبين like فريال عبد العزيز. يبقى رقم واحد history، رقم اتنين فول مدمس، رقم تلاتة players. ده بالنسبة للسؤال الرابع. طب بالنسبة للسؤال الخامس: read and reorder، اقرأ وأعد ترتيب الجمل. هنا بدأ لي بآي تحتها underline شرطة، يبقى آي ده فاعل، هدور للفعل. الفعل هنا ايه؟ put on يرتدي، يبقى آي put on a blue t-shirt. طب ليه قلنا blue قبل t-shirt؟ عشان الصفة تسبق الاسم، واللون ده هنا انا بصف ان t-shirt لونه ايه؟ ازرق. يبقى آي put on a blue t-shirt، آي put on a blue t-shirt، يعني انا برتدي t-shirt ايه؟ ازرق. طب number 2، tomorrow غدا، غدا ايه يا ترى؟ is my sister's birthday، يبقى tomorrow is my sister's birthday، يعني غدا هو عيد ميلاد ايه؟ اختي. بدأنا بtomorrow وبعد كده حطنا is ثم my sister's ايه؟ birthday. يبقى تاني رقم واحد في الترتيب: I put on a blue t-shirt، I put on a blue t-shirt. طب number 2، tomorrow is my sister's birthday، tomorrow is my sister's birthday. بالنسبة للسؤال السابع من أسئلة الامتحان، سؤال: write a paragraph of four sentences on، اكتب فقرة من أربع جمل. هنترجم الكلمات اللي قدامنا ونفهم معنى كل كلمة ونقول إزاي نكون. هنا بلين بلين بمعنى طائرة، air air بمعنى جوا أو هواء، ships ships سفن، water water ماء، roads roads طرق، cars cars سيارات. طب عنوان الباراجراف ايه؟ الباراجراف عنوانه transportation. كلمة transportation يعني وسائل النقل، transportation وسائل ايه؟ النقل. ونبدأ مع بعض نكون الجمل. الجمل عشان تتكون صح لازم اراعي ان ابدأ بالفعل والفعل ثم التكملة، لازم الجملة يبقى ليها معنى. طب تعال نبص كده، قال لي اول جملة ان احنا سيبنا مسافة قبل بداية اول جملة، ودي كتابة الباراجراف الصحيح، لازم اسيب مسافة قبل بداية الجملة اسمها indentation. اوكي، الحرف الاول كابيتال في بداية كل جملة وفي نهاية كل جملة نقطة، يبقى وي هنا في بداية اول جملة كابيتال، سيبنا مسافة بدأنا بوي حطينا كابيتال، letters في النهاية حطينا فول ستوب. طب نقرأ مع بعض: we use planes to fly with، بنستخدم الطائرات لكي ايه؟ نطير بها من مكان لاخر، او نستقلها عشان نركبها مثلا ونروح من دولة لدولة. we use ships to sail with، السفن برضو للابحار بها. we use cars to drive on roads، نستخدم السيارات للقيادة على الطرق. we should be careful on roads، ينبغي ان نكون حريصين على ايه؟ على الطريق. نقرأ تاني: we use planes to fly with، we use ships to sail with، we use cars to drive on roads، we should be careful on roads، we should be careful on roads. يبقى الباراجراف عشان يتحل صح لازم اسيب مسافة في بداية الموضوع، وبعد المسافة ابدأ بالحرف الاول كابيتال، ابدأ بالحرف الاول كابيتال، وفي نهاية كل جملة نقطة، ما لزقش الكلمات في بعض، اسيب مسافة بين الكلمة والتانية، عشان لو لزقت الكلمات في بعض مش هعرف كل كلمة. لازم تكتب الكلمة وتسيب مسافة بين الكلمة والكلمة التانية زي ما أنا كاتب، ما ينفعش كلمات تبقى إيه جنب بعض. يبقى كتابة الباراجراف لأصول ولقواعد لازم ألتزم بيها. أوكي، السؤال السابع والأخير من أسئلة الامتحان بيجيلي بانك تويت.
بانكويت خاص بالترقيم. علي هاز تابلت، هنا علي الاي كابيتال عشان اسم شخصه في بدايه الجمله، واسم الشخص في اي مكان في الجمله لازم يبقى كابيتال. اوكي، علي هاز تابلت. طب هنا علي، علي لديه تابلت، دي جمله ايه؟ جمله خبريه ولا استفهاميه؟ طبعا جمله خبريه. عرفنا منين؟ بدأ باسم، يبقى الجمله اللي بتبدا باسم او ضمير هي جمله خبريه بتقول لي خبر او معلومه، يبقى في نهايه الجمله الخبريه فول ستوب. فول ستوب يعني نقطه، يبقى حاجتين، الحرف الاول كابيتال وفي النهايه ايه؟ فول ستوب. ده بالنسبه للامتحان الرابع. بالنسبه للامتحان الخامس قدامنا، وزي ما قلنا التدريب مهم جدا على الامتحانات. السؤال الاول تشوز اختيار زي ما اتدربنا او زي ما عرفنا، اختار من ثلاثه اي او بي او سي. بيقول لي اي كانت درينك ذات كوفي، انا مش قادر اشرب القهوه دي. اتس نقط، I'll burn my tongue، مش قادر اشربها. يا ترى عشان هي ايه؟ اكيد too hot. too hot يعني سخنة جدا جدا جدا، القهوة too hot سخنة، ف I'll burn my tongue يعني هحرق إيه؟ لساني. يبقى رقم واحد B. طب رقم اتنين، learning about Egypt، التعلم عن مصر. is not اكيد is wonderful. wonderful يعني رائع. Okay. It has an amazing history. يعني لديها تاريخ مدهش. لديها تاريخ شيق. Number three. We travel on نقط by ship or boat. احنا بنسافر ايه؟ عن طريق السفينة او القارب. طيب we travel on water. We travel on water. يبقى we travel on water. احنا بنسافر عن طريق الماء. باي شيب بالسفينة او بوت القلب. طب ينفعش اير؟ لا، باي اير هنا بمعنى جوا لو في طائرة. طبعا ما فيش بلين طائرة. لاند يعني ارضا لو في كار سيارة، لكن هنا قال لي وترافل اون نقط، يبقى اون ووتر على طول. اون ووتر باي شيب اور بوت. يبقى تاني نقراهم بسرعة. اي كانت درينك ذات كوفي، اتس تو هوت، I'll burn my tongue. Learning about Egypt is wonderful. Learning about Egypt is wonderful. It has an amazing history. We travel on water by ship or boat. يبقى واحد اخترنا B، واثنين اخترنا A، طب وثلاثة اختارنا C. الاختيارات مهمة جدا، أحلها بهدوء وبتركيز. أحاول أترجم الجملة وأترجم الكلمات. بعد ما ترجم الجملة وترجم الكلمات أبدأ أختار صح. ما حلش بتوتر، ما حلش بسرعة، أحل بتركيز. بنلاحظ إن بعض الطلبة من خوفها بتختار A أو B أو C من غير ما تترجم. لا طبعا، هي مجرد ما تختار أي اختيار بتعتبر إن الاختيار ده صح. لا طبعا ده غلط. قبل ما أختار الاختيار أتأكد إن هو صح. طب لو سؤال مش متأكد منه أسيبه للآخر، أعمل عليه كده بالقلم الرصاص وأسيبه للآخر. مش معنى إن أنا اخترت رقم واحد بإيه أو بي أو سي يبقى أنا كده حليت خلاص، لأ، لازم أتأكد من الإجابة الصحيحة. السؤال التاني، وصل. I ate a big slice، أنا أكلت. أكلت إيه؟ a big slice أكيد of a chocolate cake، شريحة كبيرة أو قطعة كبيرة من كيكة الشوكولاتة. يبقى رقم واحد بي. رقم اتنين، a week has يعني الأسبوع فيه 7 days. بالظبط، الأسبوع فيه 7 أيام. A week has 7 days. A week has 7 days. الأسبوع فيه كام يوم؟ 7. Number 3. Air pollution، تلوث الهواء. Is very dangerous for us، خطير جدا 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 علينا. يبقى هنقولهم تاني. رقم واحد اخترناها B. I ate a big slice of a chocolate cake. Number 2. C. A week has 7 days. A week has 7 days. يعني الأسبوع فيه 7 أيام. Number 3. Air pollution is very dangerous for us. Air pollution يعني تلوث الهواء. Okay. والتلوث ده لا يعد، فبحط معاه is للمفرد، والأسماء التي لا تعد بحط معاها is للمفرد في المضارع. يبقى air pollution is very dangerous. Air pollution is very dangerous. خطير جدا for us علينا. ده بالنسبة للسؤال ايه؟ التاني. بالنسبة للسؤال التالت، بيجي لي قطع. بيجي لي ايه؟ قطع عليها مجموعة من الأسئلة، سواء true أو false، صح أو غلط، أو حتى answer لو أكمل. لازم نقرأ القطع بهدوء، نقرأها بتركيز، نقرأها مرة بصورة سريعة ثم مرة بصورة بطيئة، وبعد كده نترجمها ونحلها. اوكي، احنا بنمهد قبل القطع، ودي يعتبر القطع الخامسه اللي هنحلوها دلوقتي بدل الامتحان الخامس، فالتدريب مهم. يبقى نقراها مره بسرعه سريعه ثم مره بسرعه بطيئه ثم ايه؟ نترجمه القطعه. طب يا مستر لو انا مش عارف اترجم، تعالى بقى لطريقه المتشابهات. بص في الاسئله وحاول تفهم معناها، وبعد كده تروح للقطعه، وبعد ما تروح للقطعه تبدا ايه؟ تقارن الاجابه اللي موجوده
بإيه؟ بالإجابة اللي موجودة في القطعة أو بالجملة اللي موجودة في القطعة. طب نقرأ مع بعض القطعة إيه ظهرت قدامنا وإيه ونشوف. هنقرأها مرة بسرعة سريعة ومرة بسرعة بطيئة ثم نترجم. Cars were very noisy in the bus. They were gas cars. Grandma has an old car. It doesn't work now. She bought a new car. The new car uses electricity. It's cleaner and quieter than the old car. It is faster than the old car. My father always drives me to school in my grandma's car. نقرأها المرة التانية بقى بصورة بطيئة وبترجمة. Cars were very noisy. كانت السيارات ضوضاء جدا، صوتها كان عالي جدا. ان زبست في الماضي. They were gas cars. كان عربيات بتمشي ايه بالغاز. Okay. Grandma has an old car. يعني جدتي كان عندها عربية قديمة. It doesn't work now. العربية مش بتشتغل دلوقتي. She bought a new car. فاشترت سيارة جديدة. The new car uses electricity. العربية الجديدة بتستخدم الكهرباء. It's cleaner. أكيد هي أنظف أو أنقى. And quieter than the old car. وأكثر هدوءا من العربية القديمة. It is faster than the old car. هي كمان أسرع من العربية القديمة. My father always drives me to school. يعني أبي دائما يوصلني بهذه السيارة إلى المدرسة. In my grandma's car. اللي هي بسيارة إيه؟ جدتي. Number one. The new car is cleaner and quieter. يعني العربية الجديدة اللي اشتريتها جدتي. جدتي هي أنقى وأكثر هدوءا. يبقى ترو. يبقى رقم واحد أكتب في خانة ترو تي عشان إجابة صحيحة. نمبر تو. ماذر درايفز مي تو سكول. أمي بتوصلني للمدرسة. طبعا الإجابة فولس. فولس إذا كان هو جايب لي في السطر التالت. ماي فاذر أولويز درايفز مي تو سكول إن ماي جراند ماس كار. يبقى مين اللي بيوصله؟ مين اللي بيوصل؟ الأب مش الأم. يبقى رقم اتنين فولس. رقم اتنين فولس. نمبر ثري. Cars were noisy in the bus. نفس الجملة هي في أول جملة. هنا جايب لك الجملة اللي في السؤال Cars were noisy in the bus. وجايب لك الجملة الأولى في القطع Cars were noisy in the bus. يبقى الجملتين typical هما. نفس cars نفس الزمن were نفس very noisy نفس إيه in the bus. يبقى الإجابة إيه true. طب يا مستر يقول لي ما هي في القطع جايب لي very noisy وفي الإجابة noisy. لا دي عادي. دي إيه عادي؟ ضوضاء أو أكثر ضوضاء. فالإجابة إيه؟ كمان true. يبقى رقم واحد هنقولها تاني. The new car is cleaner and quieter. أكيد true. يبقى صح. Mother drives me to school. يبقى false. طب رقم ثلاثة. Cars were noisy in the bus. يبقى true. يبقى true. False. True. يبقى حل بهدوء وبتركيز. السؤال الرابع جيب لي ثلاث كلمات أحطهم في الفراغات. إيه الكلمات؟ color يعني يلون أو لون. ممكن تيجي فعل بمعنى يلون. اسم بمعنى لون. information بمعنى معلومات. eyes. eyes بمعنى عيون. نقرأ مع بعض. I did my homework yesterday. أنا عملت واجبي امبارح. It was about it was about chameleons. طبعا chameleon بمعنى حرباء. الحرباء يعني. وchameleons اللي هي الحرابي الجمع بتاعها. They're so interesting. طبعا they're دي عايد على they are أو اختصار لكلمة they are. they دي عايد على chameleons اللي هو الحرابي جمع حربية. بيكونوا so interesting يعني مدهشين جدا. I went to the library to get some نقط. أنا رحت للمكتب عشان أحصل على إيه؟ to get some information بالضبط عشان أحصل على بعض المعلومات. I knew many interesting facts. عرفت حقائق مدهشة. Chameleons change. الحربية بتغير إيه؟ color لونها بالضبط. They are the same color as the place where they are. هي بتبقى نفس لون المكان اللي هي فيه. Okay. لونها بيتغير مع لون المكان. They have amazing eyes. عندها عيون مدهشة. And they can see all around. تقدر تشوف كل حاجة حواليها. يبقى رقم واحد حليناها بإيه يا مستر؟ To get some information. واحد information. طب رقم اتنين change color. رقم اتنين color. طب رقم تلاتة amazing eyes. amazing إيه؟ eyes. يبقى هنا القطعة بتتكلم على الكاميليان على الحرباية. طبعا كل قطعة من القطع بتيجي في الامتحان تبقى انت واخد موضوع زيها او موضوع قريب منها في اليونتس في الوحدات. فمن الافضل ان انت تكون حافظ الكلمات وفاهم القواعد وبتقرأ كتير القطع اللي موجودة فين في المنهج. قراءة القطع بصورة كتيرة وفهمك ليها وحفظك للكلمات والقواعد هيخليك تحل الأسئلة دي بسهولة. السؤال ده وسؤال الكومبرهنشن اللي هو القطع اللي عليها أسئلة لازم نتدرب كويس كويس كويس. ده بالنسبة للسؤال الرابع من أسئلة الامتحان الخامس. ونبدأ مع بعض.
السؤال الخامس من أسئلة الامتحان الخامس. السؤال الخامس: read and reorder the following to make sentences، يعني اقرأ وأعد ترتيب الجمل لكي تكون ايه؟ جمل صحيحة. اقرأ ورتب الكلمات عشان نكون جمل ايه؟ صحيحة. نمبر 1، قال لي what؟ what are you doing؟ على طول ده سؤال بمعنى ماذا تفعل؟ أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أصلي. what دي أداة الاستفهام، والفعل المساعد are، والفعل you، والفعل الأصلي doing. يبقى what are you doing؟ what are you doing؟ what are you doing؟ ماذا تفعل؟ طب نمبر 2، قال لي نبدأ بوي، وي بمعنى نحن، يبقى دي جملة خبرية. هندور على الفعل، we live، نحن نعيش. ها، near the river، near the river، يبقى we live near the river، we live near the river، يعني نحن نعيش بالقرب من النهر. يبقى تاني، number 1 what are you doing، number 2 we live near the river، we live near the river. ده بالنسبة للسؤال الخامس. طب بالنسبة للسؤال السادس، write a paragraph of 4 sentences، اكتب فقرة إنشائية من 4 جمل. جايب لي إيه؟ عنوان your uncle's present، هدية إيه؟ عمك. جايب لي birthday، عيد ميلاد. bicycle يعني دراجة، pink وردي. basket يعني سلة. shed هنا بمعنى سقيفة أو مكان كده بيبقى مصنوع من الخشب بشيل فيه الحاجات الزيادة. وهابي يعني سعيد. طبعا مش لازم أحط الكلمات كلها في جمل، ممكن 3-4 كلمات منهم أحط في جمل. طبعا عند كتابة الباراجراف زي ما قلنا بسيب مسافة في ايه؟ في اول سطر، ببدأ بالحرف الاول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب، بين كل كلمة وكلمة مسافة عشان يبقى الخط واضح وجميل. هنا هفكر الباراجراف اعمله في زمن ايه؟ في زمن الماضي مثلا، فاقول my birthday party was yesterday، يعني عيد ميلادي او حفلة عيد ميلادي كانت بالامس. my uncle's present يعني هدية عمي. was كانت a bicycle، كانت دراجة. كانت ايه؟ دراجة. it was pink، لونها كان ايه؟ كان وردي. okay I was very happy، انا كنت سعيد. ممكن حاجة زود جمل من عندي، we sang songs يعني احنا غنينا اغاني. و played hide and seek، احنا لعبنا استغماية. او played musical chairs، احنا لعبنا كراسي موسيقية. يعني الكلمات اللي قدامنا هم 6، مش شرط استخدمهم، ممكن استخدم 3-4 كلمات منهم، ممكن ازود كلمات من عندي. المهم لازم لما اجي اكتب الباراجراف اراعي شروط كتابة الباراجراف، اللي هو العنوان اللي عطوني في نص السطر، ابدأ بعد ربع السطر الحرف او بعد كام سنتي كده من السطر الحرف الاول كابيتال. الجملة تخلص احط فول ستوب، واكمل الجملة التانية في نهاية كل جملة زي ما قلنا ايه؟ فول ستوب، والحرف الاول في كل جملة ايه؟ كابيتال. اراعي الكتابة بخط جيد، استخدم الكلمات على قد ما اقدر، الزمن يبقى واضح وجميل، ما يكونش فيه اخطاء في الكلمات. اوكي، بالنسبة للسؤال الاخير في الامتحان الخامس، punctuate the following، يعني اعد ترقيم الجملة الاتية او اعد ترقيم الاتي. قال لي how many angles can you see، كم عدد الزوايا التي تراها او لا تستطيع ان تراها. طبعا هاو دي ده سؤال، هاو ميني كم عدد، يبقى دي اداة استفهام، يبقى على طول نفكر ان في نهاية السؤال question mark علامة استفهام، يبقى هاو الاتش كابيتال، هاو الاتش ايه كابيتال. اوكي، طب في نهايتها question mark، question mark، question mark يعني علامة استفهام. يبقى الأول حرف كابيتال في أي جملة، الأول حرف كابيتال وفي نهاية الجملة، لو جملة عادية فول ستوب، لكن لو سؤال بحط question mark. طب أعرف إزاي؟ هنا لو جملة عادية بتبدأ بضمير أو اسم زي I he she it we you، زي ضمير فعل أو اسم زي علي منى أحمد، لكن السؤال بيبدأ بأداة استفهام، وهنا بدأ لي بهاو ميني بمعنى كم عدد. اوكي، يبقى لما نيجي نحل بهدوء وبتركيز عشان نقدر نحل صح، لازم نحفظ الكلمات، نفهم القواعد، نقرأ قطع كتير، نتدرب على حل الأسئلة بصورة ايه؟ بصورة كتير جدا. كل ما تتدرب على الأسئلة أكتر وتحل أكتر وتتمرن أكتر، هتقدر تتعامل مع المنهج. طبعا المنهج صعب وكبير وكتير، فلازم تتدرب كتير عشان تقدر تقفل الامتحان وتجيب درجة كويسة، وتقدر تواكب التغيرات اللي حصلت ايه في المناهج. وفي الفيديو ده هنكتفي بالخمس امتحانات عشان ما يبقاش كتير عليكم، قلنا 10 لكن لا، هنكتفي بخمسة عشان خمسة يبقوا معقولين. لو معاك كتاب بيت باي بيت هتلاقي الامتحانات دي موجودة في نهاية الكتاب،
لو معكش قول لي، اسيب لك رابط الامتحانات PDF في الديسكريبشن بوكس. تسمع الامتحان مره واتنين وتلاته وبعد كده تحله، وبعد كده تقارن اجابتك بالاجابه النموذجيه عشان تتاكد ان انت فهمت وحليت صح. نكتب بايدينا كتير، نتدرب كتير، ولو في اي سؤال قابلك في اي امتحان صعب اكتب لي في الديسكريبشن بوكس وانا احله معاك، ولو في اي نقطة مش واضحة او طالب شرح الجزء من اجزاء المنهج برضو اكتب لي في الديسكريبشن بوكس، اكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك او هرد عليكي، ونتعلم مع بعض ونفهم مع بعض ونتواصل ان شاء الله في التعليقات، واي حاجة صعبة ان شاء الله يكون ليها رد وليها اجابة. ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة، وما تنسوش سبسكرايب، اشتراك للقناة، ولايك وشير، وعشان كل الناس تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.